المشاهدين ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم الثاني ديالنا في رمضان ان شاء الله، هو غادي رمضان كيجري. ايوا كما كتشوفوا اليوم اختكم مليكة تحتها، ها انتم كما كتشوفوا باقا اختكم كدير الشباكيه، باقي عبرت البريوات، باقي كلشي. راه ما كندير انا لا فطور لا والو، غير اختي فاطمه مسكينه اللي كدير الفطور. ايوا جات عندي اليوم لستيمينه مسكينه راه حشمانة. سير واش اسم تحية المشاهدين من الناس المازيغ؟ تحية المشاهدين الملكة أي تعنام تهنا غيرون جافاس فروك عواشركم عيد إن شاء الله، تاتو إن شاء الله تعيد جماد لهنا السجا تاع الملكة فاطمة لاش تنبخما يعطيها الصحة. ايوا شغل نقول لكم المشاهدين هاد لوستي كان تموت عليا كنقطر لها من العين كانت تموت عليا والله الا معاكم كانت تموت عليا. ايوا فاطمه خلات ما كتبغيش تهضر. لا لا غادي تهضر فاطمه اليوم، هضري فاطمه شويه قولي لنا شنو درتي في العجينه. ما عارفه ما تقول. البنات اللي طلبوا مني المخمر اللي شافوا المخمر البارح ديال جارتي الكبيره، اليوم ان شاء الله غنديروا لكم المخمر. المخمر درنا فيه غير الفورس وشود الفينو، الفورس كيكون غالب على الفينو وشود الخميره وشود الملحه. درتي فيه شويه السكر ولا لا؟ وشويه واحد معلقه ديال السكر وغانتوما غتعجنوا قدامكم ان شاء الله. تعجن المخمر تردو الجلب ونشوف واش غنديرو شي خبيزات اخرين، لا غنديرو غير المخمر. المهم انا عييت، انا كنوصل ليا المغرب كنبغي نشرب غير كاس العصير وهذا ونتكا صافي. اختكم راه غير السمطه باش شاده الظهر. هذيك البيتزا ديال البارح صراحه جات منا داك البك داك الطرف اللي صيفطتي ليا مورا الفطور واعره. البيتزا ديال البارح والخبيزات عرفتي العجينه ديالهم كي تجي والله العظيم الا كتجي مشفشه واعره. جربوا البنات ديك العجينه ديال البارح وكتامروا بها اي حاجه كتجي زوينه. وهنا البلاصه فاش كنخدم فين كنخدموا دابا ما بقيتش كنطلع مره اللي كنطلع الكوزينه، حتى كنوجدوا كلشي ونطلعوا الفوق فوق الطاوله نشوفوا الطاوله ديالنا. المهم وسمحوا لنا الناس اللي كيقولوا لي كتشهيو الناس، كنبغيو نشاركوا معكم النهار ديالنا كي كيدوز، ماشي كنشهيوكم. راه كل واحد حنا كنمشيو على قد حالتنا، ماشي كنديروا شي حاجه اللي ما كايناش، كنديروا على قد المستطاع ديالنا الفطور على قد الحال. ونتمنى من الناس اللي ما عندهمش يسمحوا لنا. الطريقه ديال المخبر ديال فاطمه تشوفوا كي كيجي طبيعه فاطمه من الاول واقيلا جريه. المهم انا كندير الفورس مزيان ديال الحلوه ثم المهم في بكيتي مع تمازيغ ثمينه ياك ونقيم لها تكفي هذا الماكينه. وغاتعجن فاطمه تاع الماكينه ياك وغاتعجنها وغاتحرك فاطمه الهواء غاتصوص ماجيكا. لا انا ديالي مشات خسرات مشات وكنعجن غير بيدي والله الا ما قديتش نعجن كنعشر الكذبه عليكم صافي شرفات يا تبقير والله الا عييت قلت لكم. انتم المشاهدين والله الا عاد سالينا القليب ديال الشباكيه البارح ما ساليتها والله الا حتى قرب الفجر. انتم شوفوا الشباكيه ديالي تبارك الله كي جات من الناس اللي كي وانتم شوفوا البريوات. المهم كان طيب وكنعبر للناس حيت مازال الناس ما ساليت لهمش الكومود ديالهم والله الا عاد عبرت لهم يجيو يديو. هادشي فين غيمشي؟ هادشي غير في مريرتي صافي سالت القريبة داري بقات ليا قبيلة صيفطتها لأخبار ويسردان لأخبار غيتخدم البروات. داكشي اللي كاين وباقي شي حاجة شي سخرة إن شاء الله للخارج ولكن مازال ما لقيتش ترونسبور مازال ما غيخرج وغادي نصايبهم إن شاء الله نصيفط لهم السخرة ديالهم. ونتمنى من المتتبعين ديالي يشجعوني فهاد رمضان هذا يشجعوني يعطوني القوة باش نوض نخدم باش نعطيكم الفيديوهات. المهم داكشي اللي درناه واخا نديرو غير اتاي والخبز والزيت نشاركوه معاكم راه ما كاينش البروتوكول ولا سميتو كي كيقول البروتوكول. المهم جارتي الكبيرة كندوز لها مسطحة واحد الملوية ولا دوز لي واحد البيتزا ولا والله المخمر هاد البارح بزكات عندنا بالزبده البلديه والعسل الحر باش نقول لكم جات واعره. ايوا شافوها خير الله البنات اللي شافوها قالوا مشاركين معنا المخمر ديال البارح وهاني ان شاء الله الخبيزات دابا نشاركهم معكم ان شاء الله. دابا ان شاء الله عاوتاني غنشارك معكم واحد الخبيزات بالجبلي والقشير والزعتر كيجيو زوينين ان شاء الله غادي نشاركهم معكم هاد الليله ان شاء الله. وبقاو معنا ان شاء الله تنعجنوا المخمر ديالنا تتشوفوا الطريقه ديالو كي كيتعجن. مشاهدين شتو المخمر كي كيكون كيولي بحال الشفنج
دلكاتو مزيان حتى ولا رطب ودابا كتشدو غير بهكايا تبعوا الطريقه غلبوا شويه الفرصه على الفينو. المهم مشى لي يشد لي الكاميرا عاوتاني ايوا نشد الكاميرا لراسي. وصافي دابا غادي نديروه في شي بانيو ولا شي بطاطا بالغلاقه وغنخليوه يخمر ان شاء الله. وانتم كما كتشوفوا حسيتي دابا غنديروه في هذا شتو كي كيولي وانتم صافي دابا غنديروا لها الغلاقه نسدوها انتما وغادي نخليوها حتى تخمر ونعاودوا نرجعوا معكم. غادي ندوز البنات نعجن معكم الخبيزات اللي غندير معكم بالجبلي والكاشير. عندي هنايا الفرص وواحد نص كاس ديال الفينو، درت فيه غير شويه الفينو، اصلا هي كتعجن غير بالفرص ولكن زدت فيها شويه الفينو. ديروا القياس اللي بغيتو نتوما وغندير فيه واحد الخميره الحلوه انتما كما كتشوفوا. كندير انا معلقه صغيره وغنديروا شويه قبيصه د الملحه، الملحه على حسب خلاص كتجبلي الكاشير كيكون شويه مالح وجبلي راه مسوس خلاص ماشي مشكل مكايناش نبقى هنا. نديرو شويه السكر صافي وغنعجنوها عجينة عادية بحال إلا كتعجنو الملوي باش نعجنوها ونقطعوها كريسات صغار ونعاود نرجعو معاكم نشوفو الطريقة إن شاء الله. ما عجنا الخبيزات ديالنا وقطعناهم هاد التقاد هادو اللي بغا يكبر يكبر، أنا كنصغرهم وكنهزهم كنورقهم ونديرهم بحال الشكل ديال الملويات هانتوما. غادي نخليهم يرتاحوا غنديروا لهم هذا الشكل كاملين الطريقه باش غنمشيو كاملين حتى البنات كيجيو واعر والله العظيم الا تيجيو هاد الخبيزات بالجبن والكاشير والزعتر. غتجربوهم ان شاء الله هانتوما صافي غادي نمشيو بهاد الطريقه هادي حتى كنساليهم عاد نرجعو عشاني عاوتاني هاوشاني عييت راه الهضره كتمشي ليا. عاد نعجنو عاد نرجعو تاني نعمروهم وهانتوما معنا ان شاء الله. وباش نرجعو نشوفو فاطمه غادي تكرس المخمار ديالها شوفو المخمار كي جا وهانتوما معنا وحنا معاكم. ديتي ايوا كيما كتشوفو المتتبعين ديالي هانتوما المخمار ديالنا كي جا. قربي امل تشوفي شتي تبارك الله خمار وكيتجبد كاع مكيتقطع نتوما غيجي المخمار واعر. وتبعونا ان شاء الله فاطمة حاطة طيب المخمار تما انا كندير الخبيزات ديالي هنايا وتبعو ان شاء الله الفطور ديال مليكة وفاطمة حتى نشوفو فين غنوصلو غير الفطور بسيط. وتبعونا اخوتي وخواتاتي كما كتشوفو البنات انا من بعد ما ساليت التوراق ديالهم انا كنعمرهم دابا بالجبلي والكاشير والزعتر وانتم تشوفوا الطريقه اللي تندير لهم. تورقوا غير شويه وكنهز الجبلي هكايا الكاشير محكوط وكنهز شويه ديال الزعتر وتندير لهم الطريقة هادي. فاش ندير لهم هكا كيبغيو يرتاحو ويجلسو يخمرو وغنعاودو نضربوهم شوية نبسطوهم شوية وغندهنوهم بالبيض وندخلوهم ان شاء الله للفران نبدا يخمرو شوية نبسطوهم ونضربوهم بالبيض نديرو لهم البيض وندخلوهم للفران خلاص يطيبو دغيا كيطيبو متيشدوش الوقت. صافي تبعوا الطريقه حتى كتساليو الكميه ديالكم.
وصافي بقاو معايا ان شاء الله تنسى لي الطريقه ديال هاد الخبيزات ونعاودو نرجعو معكم ان شاء الله فاش يطيبو تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. مساليتهم دهنتهم شويه البيض وغندير لهم الزنجلان اللي بغى يدير الزنجلان اللي بغى يدير البرات شي ما كتشوفوا نتوما. دابا غنخليهم يخمروا شويه وغادي نديروهم نديروهم في الفرن ديالنا. هادو درتهم على هذا الشكل هذا تيجيو حتى هما زوينين. وهنايا كما كتشوفوا فما كطيب الخضار شوفوا تبارك الله المخمار مفشفش نتوما ومورق من داخل نتوما. ودابا غنفزكو ان شاء الله بالزبده ولا الزيت وادو الشن وغنتوما معنا ان شاء الله تشوفوا الطبيله ديالنا. هادو غنخليهم يخمروا شويه وغنديروهم في الفران وانتوما معنا كما كتشوفون. بعد ما خشيت الخبيزات ديالي في الفران وطلعت هنايا وجدت داكشي اللي كيتوجد التميرات والبيضات وطحنت شويه العصير ديال لابوكا ودرت ديال الحامض ضروري من الحامض. هنايا قطعت شويه داك كيعجبني انا الديسير هذا كان شويه التفاح شويه البنان وعصرت الليمون عليهم ودرت لهم شويه العصير ديال الفريز. حتى كان الحامض كتجي فيهم واعره كتجي شويه كان الحامض. وبغيت ندير واحد بسيط الشلاضه ولاني ما ساليتش الشلاضه ما ساليتهاش وغادي نمشي نحط فوق الطبله ديالي بلاتي هيا ما ضروري انا اختي فاطمه ضروري من الحامض وانا عزيزتي نسخنوا هاد البيتزا هادي ونسخنوا هاد الخبيزات بلا ما يقصوا يدعوا. انتم راه باقيين روط بجو كتب ديك العجينه السحريه كيجي واه ديك العجينه اللي ما جربش ديك العجينه المشاهدين راه ما جربش ينوضي ها يدوي على كتافو ينوضي يديرها يجربها يجربها. وهي ما هادشي غير كنحطو في الحقيقه والله الا غير كيتحط المتتبين وكيرجع كان وصافي التمر شوف التمر اللي كت والبريوات اللي كيعجبوني انا وصافي. ماتش هادشي ما كيتحط مع الحريره يقدر يتواكل ما الحريره ما غنسخنها حتى نشوف شكون اللي بغى الحريره شكون اللي ما بغاهاش باش المهم اليوم ما درت لهمش شي فطور فطور عادي وصافي كنكثروا علينا وما تناكلوش وكنخسروا الماكله مثلا الماكله ما خصناش نخسروها اخوتي ديروا لي الشيء اللي غيتكال وصافي. المهم كاينين البنات اللي قالوا لي مابقاش تصوري لنا داكشي الماكله ومابقاش غنصور لكم غنصور لكم غير واحد الحاجه وصافي. كاينين الناس قال لك اللي ما عندهمش ومن طبيعه الحال كاينين الناس مساكن اللي ما عندهم ما ياكلوا الله يحسن العوان وكو حتى حنا كنمشيو غير على قد كل واحد كيمشي على الشيء اللي كاين وصافي. هذا هو غادي نسخن لهم شويه الحريره باقا ما كاينش اللي شربها. المهم نتسناو الخبيزات ديالي حتى يطيبوا تشوفوا كي جاو والمخبار اشنو شكون غيغسل ماما ضنا انتي انا عاوتاني غير المشاهدين انا غير كنفطر كتجيني السخفه ما نكذبش عليكم ما نكذبش راه كي شتي ماما شاده ظهرها ماني عارفه لا غير كنقول لك انا داكشي من هنا انا متتبعين انا غير كنقول لك داكشي ماني عارفه شنو كاين. ايوا بنتي الله يرضي عليها غادت هاني راه وجدت لك العصير ديال لابوكا كما قلتي ليا ما اليوم ما درتش الليمون ماشي مشكل لابوكا حسن درت التفاح والبنان. ايوا انتم المشاهدين ديالنا بقاو حتى نحطو الطبلة ونرجعو معاك كما كتشوفو المتتبعين ديالنا هانتوما هاني درت هنا اللي بغا يفزك هذا المخمار بالزبده والزعتره هادو الشيء حنا كنقولوا ليه نتوما العرب كيقولوا ليه الزعتره وفزكوا بغيتو ديروا الزبده. انا درت هنايا الزيت زيت البلديه انا واصل فيها الكوليسترول حيت ما نخدرش ندير الزبده وعزيزه عليا الزبده نتوما ها الزبده والعسل الزبده والعسل حتى دابا الزيت والعسل كتجي بحال الزبده والله جوار. هذا هما الخبيزات ماما واعر ما الخبيزات ديالنا اللي درت لهم بالكاشير وجبليو وادير اعاده ها انتما اعاده ضروري خصكم ديروا الاعاده اعاده ضروري منها ضروري منها. شوفوا تبارك الله كي كيسمعوا سمعوها ها حتى هما هذا في الصباح كي كيجي ولا شي برده تاي كانت مسكينه كدير لنا السحور كنا كنسحروا بها المشاهدين والله انتما تشوفوا هذه غير ديال الزيتره انا بغيت نخليها تما تبارك الله
طلعتها لحقو طريقو ونغسل يديداتي أو غنجيب الطبلة. يلا جاو الزب ديالنا كيجاو جاو كملين وجاو تيحمقو يا المشاهدين. مهم فطور بسيط أنا سي ماشي الطبسيلة عادي درت أمان يلا يعطيك الصحة أمان بنت الكبيرة. أي هاي هاي على الخبيزة دارتهم نجيب لي يا هذا ودابا راه المغرب غنحطو العصير ديالنا نجيب لهم الحليب اللي بغا الحليب اللي بغا. المهم اليوم ما مكترناش درنا الفطور بسيط باش حتى حاجه ما تضيع نديرو غير داكشي اللي غناكلو. المهم المتتبعين ديالي هذا هو الفطور ديالي بسيط راه درتو غير بالزيت والله العظيم راه خت تكون فوته. نتمنى يعجبكم ونتمنى تقبلوا عليا والبنات اللي قالوا لي بقات شاركي معنا اليوميات ديالك انا بقى نشارك معكم داكشي اللي درت وكاين عاوتاني شي طفحه عاوتاني كيقول لهم بقاش تبيني الطبره مابقاش ديري. المهم نشوف اش غنتبع اللي داروا التعاليق مزيان اللي غنتبع انا راه مثلا مبين شي طبله هذا طبله على قد الحال والله العظيم على قد الحال فطور على قد الحال ونتمنى يعجبكم ونتمنى نكونوا خفاف وظراف على قلوبكم. ودابا غنقول لكم بالسلامه ان شاء الله تنوض نسيمة تغسل الموعن حنا غنفطروا نسيمة تنوض تغسل الموعن ياك ان شاء الله. صافي صافي ما بقى الا نقول للمتتبعين السلام عليكم.